اكيد في البلاي متواصلين حتى ما تفهموش. نبداو في استقبال ضيوفنا، واول ضيف معنا باش يكون القضيه نحكيو عليها، القضيه اللي اثرت برشا جدل في الويكاند بعد نهائي مقابله الكاس بين الترجي التونسي ونادي ساقيه الزيت في كره اليد، والتصريح نتاع المسؤول في الترجي رئيس فرع كره اليد السيد قيس عطيه بانه الحكام الخنيسي وكذلك ابو علوشه هما لمن يدفع اكثر. البارح المحامي نبيل السبعي كان هبط تدوين على صفحته في فيسبوك اكثر، اكد خلالها انه باش يرفع قضيه بالسيد قيس عطيه وكذلك بالزوز حكام، ولمن يثبت يدخل فيه الابحاث والتحريات. معنا بالتليفون الاستاذ نبيل السبعي، نحكي معاه اكثر حول الموضوع. استاذ اهلا بك. تحيه لك صديقي سلام وشكرا على اهتمامك بالموضوع. مرحبا. دونك استاذ، اول حاجه نحب نعرفوا اي ما كيفاش الصفه هي، شنو هي الصفه اللي تخليك ترفع قضيه، والا اي حد ينجم يرفع قضيه بخصوص الموضوع هذا، ولا كيفاش بالضبط؟ يعطيك الصحه على السؤال. شوف اسلام، انا الساعه نحط الموضوع في اطاره. انا لهنا خاطر باش نبعد على هكا التاويلات وهكا الكلام اللي يمكن يتقال. راهو انا بخلاف معناتها اني مسير سابق في جمعيه رياضيه ولا معناتها مسؤول ولا اي حاجه اخرى، راني محامي وراني حقوقي وراني زاد عندي اهتمامات سياسيه، فمعناتها الموضوع هذا ما يلزمش يخرج على الاطار نتاعه كونه بمنطق التشفي ولا بمنطق شيء اخر. احنا طول اعمارنا في الرياضه بصفه عامه مش كان في كره اليد نتحدثوا فهمتني على وجود رشاوه ونتحدثوا على وجود تجاوزات وعلى وجود فساد في القطاع الرياضي، لكن ديما يعوز الاثبات. احنا مره نذكر في جمعيه في النادي الافريقي وقتها فما موضوع بمناسبة راحة كان تذكروه الناس الكل، كنت باش نسألك عليه هاي نتاع مروان الترودي ومروان الترودي والدريد. كنت من الناس اللي دفعت من أجل أن الموضوع ياخذ منحى قضائي، لأنه المواضيع هذه راهي خارج الرياضة، هذه ماشي الرياضة، هذه راهي مواضيع نتاع حق عام نتاع جرائم، خاصة وأنه كنت تحدثوا على الحكام هذوما راهم تحدثوا على شبه موظف عمومي، معناتها الجرائم هذه ترتقي إلى جناية، معناتها راهو مش لعبة الحكاية. فالتصريح اللي صار هذا في نهاية الأسبوع الحقيقة هو أنا سمعته من أخطر التصريح اللي صار، خاصة وأنه التصريح بيدو يحمل الإثبات متاعه في داخله، معناتها المعني بالأمر هذا يقول راهو السيد هذا يزور فيها في مكتبي، معناتها لهنا راهو دخلنا في موضوع خطير. وخلينا احنا من نهار السبت لليوم معناتها بلكش أصحاب عادي أستاذ يزور فيه في مكتبه. نعم بلكش عادي أصحاب يزور فيه في مكتبه معناه. لا ما هو توضاح الحكاية، هو ما قالوش الكلام هذا يراه بيناتهم، الكلام هذا تقال في وسيلة إعلامية الناس الكل تسمع، والعلاقة راهو ما نجمش أنا في القضاء سواء نقول عندي قاضي يجيني المكتبي ولا عندي وكيل جمهورية يجيني المكتبي، هذه العلاقات الخاصة تقعد خاصة لا يتحدث عليها في الإعلام، نجم يكون عنده علاقة خاصة به ولا حتى قريبه ولا حتى ظهره، ولكن تقعد علاقة خاصة ما دامها ظهرت للإعلام يعني لهنا فما أمر مضطرب. وأنا الحقيقة انتظرنا 3 أيام 4 أيام قلنا فماشي ما جامعة كرة القدم، وقبل الجامعة هو فما فريق آخر متضرر اللي هو نادي ساقيه الزيت، لأنه لهنا يقع التشكيك حتى في التيتر اللي حرز عليه. من المفروض كانوا ينجموا يتقدموا بشكاية، ولا الحكام بيدهم اللي سمعتهم ولات منسوسة، وناس عندها عائلات وناس عندها مهن ويخدموا في إطار عملي، فهذو ما كان من المفروض أنهم يلتجوا القضاء. أنا شفت اللي صار نوع من التطبيع مع المواضيع هذه ولينا قادرينها نسمعوها وتتعدى معناتها مرور الكرام. فالحقيقة بصمت الجميع أنا كحقوقي كيعني مهتم بالشأن العام الرياضي ما يهمنيش في الفريق مهما كان الفريق، اتوجهت اليوم معناتها بشكاية للنيابة العمومية اللي كان من سيد قدمت الشكاية أستاذ. نعم قدمت شكاية. نعم قدمت شكاية يعني ضد المسؤول هذا اللي قام بالتصريحات وضد الحكام الحكمين الاثنين وضد الجامعة التونسية لكرة اليد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة توا إلى حد الآن توا خليهم يوضحوا الأمور. هو كان من المفروض وحتى كانت حديث صار متاع سخانة متاع بعد الماتش بعد ربما حسب بالظيم والظلم، كان من المفروض بعد 3 أيام تبرد النفوس ويقول راني غلطت في التصريح هذاك وراه ما حقنيش قلته ولا غالب وتضر مني في لحظه غضب، وانا ما تعديت توا 4 أيام من المفروض. هو استاذ كان بريفيو باش يكون معنا توا السيد قيس عطيه، اعطانا الموعد ان شاء الله نتصلوا به قاعدين ان شاء الله ان شاء الله يكون معنا بعد شوي يوضح المساله هذه توا صارت بيد القضاء فهمتني، معناتها ما انا
مواطن تونسي عندي صفة ومهتم بالشأن الوطني، وعلى كل أي إنسان يشوف جريمة راهو يمشي يبلغ عليها، هذه ما فيهاش حتى ما تتطلبش يعني المصلحة موجودة أنه أستاذ في الرياضة عموما. أستاذ وصفة مواطن تونسي، أي مواطن يشوف جريمة يمشي يبلغ أستاذ عليها. يقول قائل ونحبك تجاوبني بصراحة، نعاول على صراحتك المعهودة، لو كان جات الكلوب في القضية نشوف العام منك الحماس هذا؟ هو يستحيل تصير من الكلوب، وانا ناكد لك هذا، اما والله العظيم لو شنو يستحيل من الكلوب، كلتنا ماهيش مدينه الفاضله يا استاذ، وانت تعرف وانا نعرف الشيء هذا موجود في جمعيه الكل. انا نقول لك نعرف، انا 5 سنين ونص مسير في الكلوب ونعرف وناكد لك اللي المسائل هذه ما تتعداش بتاتا. الكلوب توا باش تحتفل بالمئويه نتاعها، شرف الكبير ليها انها يعني ما دخلتش تحت السقوفات هذه، والبطولات والتتويجات اللي حصلت عليها كلها معناتها انظف من النظافه، وبدليل وانها تقعد تحارب عليها لاخر وقت ولاخر دقيقه ولاخر معناتها منعرج ولاخر معناتها واحد احنا نسميوها دقيقه 90. وعلى كل انا اكد لك لو صدر من الكلوب لن اتردد في تقديم شكايه في الغرب. واضح. دونك وين تنجم تمشي الامور بالشكايه صارت استاذ، ولا تدفن كما صاروا شكايات الاخرين في المقفل اللي حكيت عليهم ولمحت عليهم انت قبل؟ انا على ذمتكم نمدكم بالمعطيات الجديده، ثم باش يتجندوا معايا زملاء اخرين معناتها مهتمين راهم مش كان من نادي الفريق، من انديه اخرى باش ينضموا فهمتني معناتها للمسار القضائي هذا، وباش نتبعوها كما تبعنا قبل الشكايه اللي صارت اللي حدثتك عليها نتاع بين القروان هذيك وبنزرت. اي وين ما وصلوا شيء معناها، شو سوى الشكايه ذيك والا اسمعني استاذ، اسمعني استاذ 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 سي نبيل، حق وراءه طالب سي نبيل اللي عنده حسن النيه يمشي في الموضوع جوسكو بو للاخر، باش ما يصير لناش تطبيع مع الفساد وما يصيرش تطبيع فهمتني مع الرشاوي والامور هذه كل. هو على كل مش كان في القطاع الرياضي هتشوف الناس ولات واعيه، حتى في الطريق العام يعني فهمتني الناس تصور وتظهر يعني اذا كان فما خلالات ولا فما رشاوي تظهرها، وفما ناس قاعده تتعاقب اداريا وقضائيا، وانا ما نشكش في القضاء وننزهه وان شاء الله يتحمل مسؤوليته في الحكايه هذه بالذات. اي في الحكايه هذه والا غيرها، خاطر انت تعرف استاذ كما قلت لك سواء نتاع السي ابي مروان الترودي بالقروان محمود الدريدي وقتها دفنت، حتى وقتها التسجيلات الصوتيه بين كنت تفكر حسين جنايح وحسين الحمروني المساعد وقتها دفنت القضايا الكل هذو من نوع هذا خاصه يتحل تحقيق ويتحل بحث ونسمع باش نحلوا بعض الناس تبرد ويتدفنوا ويتنسوا. ان شاء الله في المستقبل نلاحظوا ان شاء الله القضاء قاعد يمارس في نوع من اللي هي عركه حول الاستقلاليه، ان شاء الله فهمتني الفترات القادمه هذه نعيشوا فتره نتاع استقلاليه قضاء، وانه ما يهتمش مهما كان فهمتني الفريق ومهما كانت الاشخاص فانه معناتها الفساد هذا لابد من القضاء عليه، وهو نسمع احنا حتى في تصريحات رئيس الدوله في هذا الخصوص والتصريحات السياسيين عموما والناس الكل تدعي محاربه الفساد، ان شاء الله فهمتني المره هذه ياخذ الموضوع هذا المنعرج نتاعو صحيح والمسار نتاعو صحيح، خلينا نقطع نهائيا مع الجانب هذا. راهي قلت لك الجرائم هذه جرائم ترتقي الى جنايات، لانهم الناس هذوما راهم شبه موظف عمومي ماهوش انسان عادي استاذ. ولذا ان شاء الله فهمت من هنا خليني اول باول بالموضوع ان شاء الله. خليني نشيكسك شويه استاذ، في فتره تسليم الرياحي ما كانش ما حدث من نوع هذا خاصه اتقال برشا استاذ خلينا نكمل استاذ خلينا نكمل سؤال لو تسمح. اتقال برشا كلام خاصه في ماتش جرجيس، وحتى اسكندر القصري كان تكلم على قال عمل تصريحات ولمح الحاجات في ماتش جرجيس الاخر 2015 تاع البطوله. لا سي اسكندر القصري عاد ما من بعد تالي تراجع في الكلام تاعو اللي قالوا هذاك واعتذر عليه هذايا، انا نعرف اللي سي اسكندر تراجع ويعرف الناس كل تعرف اللي النادي الافريقي ما عندهاش المسارات هذه، مشى سليم الرياحي وقتها الجربه فهمتني واحد اي بطبيعه الحال تنقلات كلها مراقبه وكذا بما فيهم انا مشيت لبلادي جابس اعتبروني وقتها ماشي المستقبل جابس، لا احنا بعاد على الشيء هذا، احنا فير بلاي النادي الافريقي 100 عام من النظافه ومن النقاوه، هذا حد ما ينجم يزيد فيه. واضح، شكرا لك يعطيك الصحه استاذ. شكرا على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها، مازلنا قاعدين نحاولوا نتصلوا بالسيد قيس عطيه كان خذينا من عنده وعد باش يكون معنا بالتليفون ان شاء الله الامانه خير، على كل بعد شويه ان شاء الله باش يكون معنا قيس عطيه رئيس فرع كره اليد بالترجي الرياضي التونسي، ناخذ من عنده هو المعني بالامر اكثر توضيحات على الكلام اللي تقال سواء كان في لحظه غش والا في قلب غلطه تقال والا يعني هل يعني الكلام اللي قالوا. دونك بعد شويه يكون معنا اكثر تفاصيل من عند قيس عطيه، موزيكا ثم راجعين.